مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية. وصلنا دلوقتي لفقره ويكاند. نجمتنا النهارده بتجمع بين الموهبه والجمال، وهي واحده من اللاعبات اللي تالقت بشكل كبير جدا في لعبه الرمايه، وهي النجمه عفاف الهدود اللي حققت نجاحات كبيره وكان شعارها ويكاند، وهي بترفع علم مصر في محافل دوليه كبرى. عفاف الهدهد كان شعارها ويكاند لما فازت ببرونزية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا بنفس الشعار. شعار ويكاند تأهلت عفاف الهدهد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بعد تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات مسابقة مسدس ضغط الهواء 10 أمتار. بنفس الشعار فازت بميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية، وحصدت ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية عام 2014. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف تقرير عن النجمة عفاف الهدهد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الأفريقي والمحلي خلال الفترة الأخيرة. عفاف الهدهد بدأت علاقتها باللعبة عندما كانت في 14 من عمرها، وفي البداية كانت تمارس لعبة الخماسي الحديث، وممارسة هذه اللعبة تبدأ مبكرا من سن صغير، وبعد عام أو عامين يتم إضافة لعبة أخرى، ثم بدأت التدريب في نادي الرماية مبكرا حتى تكون جاهزة عندما تبدأ ممارستها في الخماسي الحديث. ومن هنا أحببت الرماية وسلاح الفروسية وابتعدت عن الخماسي الحديث لتبدأ مشوار التألق وحصد الألقاب. وتستحق الهدهد أن يطلق عليها لقب أيقونة الرماية، خاصة أنها تطمح دائما في التتويج بالأفضل، حيث نجحت مؤخرا في الحصول على برونزية البحر الأبيض المتوسط في أسبانيا وسط طموح في الحصول على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 ورفع العلم المصري في المحفل الدولي الأكبر، خاصة وأنه سبق تكريمها مع الأبطال الرياضيين من جانب رئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبر ذلك الأمر من أبرز الأحداث في مسيرتها الرياضية وتسعى لتكراره مرة أخرى. وخلال بطولة الجمهورية للرماية بمنافسات السيدات، فازت الرامية عفاف الهدهد لاعبة نادي الجيش والمنتخب الوطني بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 238 نقطة، وتأهلت عفاف الهدهد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بعد تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات مسابقة مسدس ضغط الهواء 10 أمتار، وذلك في منافسات البطولة الأفريقية للرماية 12 التي أقيمت في ميادين نادي الصيد بالقاهرة. وحققت اللاعبة الرقم القياسي الجديد على مستوى القارة الأفريقية بإجمالي 381 نقطة من أصل 400 نقطة. حققت الفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا. حضراتكم مرة تانية، وصلنا خلاص لنهاية حلقتنا. ولكن قبل ما أقفل الحلقة لازم أقول حاجة عن الملف الأهم. لما كنا بنتكلم عن مين المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، يمكن دلوقتي تم الاعتذار بشكل رسمي من كابتن إيهاب جلال لاتحاد الكرة عن عدم توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر في الفترة القادمة. كابتن إيهاب جلال مستمر مع النادي المصري البورسعيدي للموسم القادم. وكده بنرجع مرة تانية لنقطة البداية ما بين الأسامي اللي كانت مرشحة لتولي القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني، وأعتقد إن يعني جه الوقت إن يجب الإعلام بشكل سريع وبشكل رسمي عن المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني. مشاهدينا أخبارنا وحلقتنا خلصت، ولكن إن شاء الله أشوفكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من تايم لايف. دمتم في أمان الله.